أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله دافع البلاء رافع السماء مجيب دعوة المضطرين كاشف كرب المكروبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الهود والشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فيا عباد الله يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اعلموا أن من أسباب دفع البلاء والضر الدعاء والتوبة والاستغفار والصدقة يقول الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم يا عباد الله بالدعاء يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء فعليكم يا عباد الله بالدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل في هذه الأوضاع الراهنة وفي هذه الأحوال المزرية وفي عهد تسلط الأعداء على المسلمين يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فذكر الله سبب لدفع البلاء والضر ولانكشاف الكرب والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل من أسباب الفوز والنجاح والفلاح وتقوى الله وخشيته من أسباب الفلاح والنجاح أيضا يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أكثروا الصلاة والتسليم على النبي الكريم حيث أمركم الله به، قال تعالى مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعن سائر الصحابة والأتباع لهم أجمعين. يا عباد الله، عليكم بالعدل في جميع أمور الحياة. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، يا مغيث أغثنا، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين على عدائنا، فدمرهم تدميرا وتبرهم تدبيرا، فاجعلهم هباء منثورا. اللهم كن لأهل غزة عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم اكتب الستر والسلامة والعافية لنا ولهم. اللهم ارزقنا السعادة في جميع أمور الحياة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم انصرنا على أعدائنا بقهرك وجبرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، آمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رزيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. يا الله يا رحمن يا رحيم، أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا على أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الخطأ والنسيان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا الزلازل والمسكرات وسائر الفواحش والمحرمات. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.